أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في برنامجكم جديد الكلام الموزون، معكم أخوكم رشيد طيلة هاد الحلقة والحلقات اللي جاية. الفكرة ديال هاد البرنامج كيف ما قلنا من قبل هي تقديم ومناقشة بعض المبادئ والأساسيات في الكتاب المقدس والإجابة عليها قدر الإمكان. في هاد الحلقة والحلقات اللي جاية غادي نناقشوا ونتطرقوا للتعاليم والوصايا اللي قدمها المسيح على الموعدة على الجبل، وفي هاد الحلقة غادي نتطرقوا لموضوع معين من المواضيع اللي هضر عليها المسيح خلال الموعدة دياله. موضوعنا لهاد الحلقة هو سعدات الجيعانين والعطشانين في التطويبات اللي هضر عليها المسيح للتلامذة دياله وجماعة الأشخاص اللي كانوا حاضرين. في البداية خليونا نقرأ المقطع الكتابي. كيقول الإنجيل المقدس أن المسيح فتح فمه وبدأ كيهضر وقال: سعدات هادوك اللي جيعانين وعطشانين لطاعة الله حيت غادي يشبعوا. ودابا مشاهدي الكرام ديالنا خليونا نسمعوا مقطع صغير من ترنيمة ونرجعوا نكملوا معكم الحلقة. مع نارتي بوصالتي يسوع أنت مرفائي منارتي بوصالتي يسوع أنت مرفائي من الرياح تحميني إن اشتدت ومن الأمواج تقيني إن هاجت الرياح تحميني إن اشتدت ومن الأمواج تقيني إن هاجت كجاري شاطئ النجاة تهديني كجاري شاطئ النجاة تهديني يسوع أنت بزاف المرات ما كنقدروا نفهموا المعنى ديال الكلام اللي كيقولوا شي واحد بلا ما نعرفوا الظروف والحاله ديال الناس ديال داك الوقت اللي اتقال فيه الكلام. على حقاش كل هذا كيساعدنا باش نفهموا الامور على حقيقتها. وملي كنتاملوا مزيان في هذا الكلام اللي قالوا المسيح له المجد ما نقدروش نوصلوا للعمق ديالو ونفهموه بلا ما نعرفوا المعنى ديال الجوع والعطش عند الناس ديال داك الوقت. ملي كنهضروا اليوم على الجوع والعطش كنقصدوا به ملي ما كناكلوش وكنبقاو بالجوع وبلا ماء. واليوم حنا ما نقدروش نفهموا كل هاد الامور على حقاش قليل اللي كيعيشها، قليل اللي اليوم كيبقى بلا ماكله او بلا ماء. الناس اللي كانوا هذاك الوقت في اسرائيل كانوا الى كثروا كياكلوا اللحم مره واحده في السيمانه، وبزاد المرات ما كيلقاوش ما ياكلوا، كيبقاو بالجوع. وحتى اليوم في زماننا هذا باقي الناس اللي كيعيشوا هاد الامور خاصه في بلادنا. واذا مشينا غير للجبال الاطلس والبوادي البعيده في المغرب غادي نلقاو بحال هكذا اكثر، لكن في المدن ما كنلقاوش هاد الامور. هذاك الشيء علاش حنا اللي عايشين في شمال افريقيا، يعني في المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، حتى مصر، موريتانيا، والشرق الاوسط، كنقدروا نفهموا علاش كيهضر الكتاب المقدس عكس اللي عايشين في اوروبا وامريكا، لان ما كيعرفوش حتى اشنا هو الجوع واش كيعني. صعيب اننا نلقاو شخص او اشخاص في اوروبا او امريكا في الغرب عامه انهم يبقاو بالجوع. وهنا كيهضر على الطاعه، والطاعه اللي كيعنيها هي طاعه المسيح في العهد الجديد، يعني من بعد ما جاء المسيح واسس عهد، واسس الله عهد مع الانسان واللي بداه المسيح. وطاعه المسيح ما كاين اللي يقدر يعطيها بلا هو بنفسه وذاته، على حقاش هو المركز وهو اللي قال كما انا حي بالاب الحي اللي صفتني، راه بحال هكا اللي غياكلني غيحيا بيا. وقال تاني اللي آمن بيا غتجري من كرشه ودان ديال الماء الحي. وهذا كيعني أن المسيح ماشي غير كيروي العطشانين، ولكن هو المصدر
الارتواء، هو منين كيجي الماء. وكيقول كاتب المزامير أو الزبور كيف ما كيسميه البعض، عطشت نفسي لله للإله الحي، كما تشتاق الغزلان الماء هكذا كتشتاق نفسي لك يا الله. إمتى غادي نجي ونقف قدام الله؟ ولات لي دموعي خبز نهار وليل، علاش حشمانة يا نفسي وعلاش كتوجعي؟ يا الله إلهي أنت ليك كنبكر مع الصباح، عطشت نفسي ليك كتشتاق ليك ذاتي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. هذا هو الإنسان بالنسبة لله يا مشاهدين الكرام، وهذه هي حال النفس للمسيح الإله الحي. أما الجواب ديال المسيح للناس اللي جيعانين وعطشانين، الله هو أنه يقدم نفسه لفابور بلا تمن باش يأكل الإنسان ويشرب وما يبقاش جيعان أو عطشان. وهو اللي قال أنا هو خبز الحياة، راه بحال هكا اللي غيكني غيحيا بيا. وقال أنا هو الماء الحي، إلى عطش شي واحد يجي لعندي ويشرب. وزاد قال أنا هو خبز الحياة، اللي كيجي لعندي عمره ما غيجوع، واللي كيآمن بيا عمره ما غيعطش. اللي كلا من ذاتي وشرب من دمي كيتبت فيا وأنا كنتبت فيه. داك الشيء علاش هما قدام العرش الله وكيخدموا ليه ليل ونهار في البيت ديالو، وهذاك اللي جالس على العرش غيسترهم بالخيمة ديالو وعمرهم ما غيجوعوا ولا يعطشوا، وما غتحرقهم لا شمس ولا صهد، حيت الخروف اللي في وسط العرش غيرعاهم وغيديهم للعيون الماء الحي، والله غيمسح كل دمعة من عينيهم. اللي جيعانين وعطشانين طاعة الله هي صفة أو خدمة ديال الناس اللي كيطلبوا وجه الله بالدموع. المشاهدين ديالنا، وهذا هو الجوع والعطش الحقيقي والصادق، ماشي للخبز أو للماء، ولكني لوجه الله. وهذا هو حنين المخلوق لوجه الخالق، وهذا وهو حق واجب على حقاش دائما الصورة كتحن للأصل وما كترتاح غير فيه. وكيقول الكتاب المقدس في سفر التكوين خلق الله الإنسان على صورته، على صورته خلقه، رجل وامرأة خلقهم. هذاك الشيء علاش من حق الإنسان باش يجوع ويعطش لله، لأنه على صورته. ومن حق المسيح باش يكون هو خبز والماء ديالنا، وهو اللي قال له المجد، ولكن هذا هو الخبز الحي اللي نازل من السماء باش اللي كلا منه ما يموتش. سعدات اللي كيجوع ويعطش للي خلقه، على حقاش هو اللي كيشبع ويروي. والجوع والعطش للمسيح هو اللي كيربطنا به، على حقاش هي الوسيلة الوحيدة باش ناخده منه وناخدوه. وهو اللي قال اللي كلاني غادي يحيا بيا، وقال كاتب المزامير كياكلوا جيعانين والعطشانين لطاعة الله ويشبعوا. حقيقة مشاهدين هذه هي أقدس وأحسن صنعة تعلمها الإنسان ونقلها، وكلا وشرب وبرد جوف ديالو، وهي من أعظم الاكتشافات اللي اكتشفها الإنسان في الخالق ديالو، وأقدس ما بين لنا الله من الصفات ديالو. واش هذا ماشي عجب العجاب باش الله يتكال ويتشرب؟ حقيقة هذا هو العجب، ولكن ماشي لا قلنا أن الله يتكال ويتشرب أنه بالمعنى الحرفي. كثير من الناس مشاهدين ديالنا دائما كياخذوا بعض الأمور من الكتاب المقدس حرفية، ولكن بالمعنى المجازي أننا نتقربوا لله ويكون رب ومالك على حياتنا، وما يبقى لنا غير نصدقه ونجيو لعنده كل نهار نجوعه ونعطشه في المحضر دياله. لكن شحال ديال الناس ما كيطيعوش الله في كل حياتهم. كتلقى بعض الناس القلب ديالهم نقي والأعمال ديالهم مزيانة، لكن كيوقف غير هنا وما كيكملش في طاعة الله كلها. وصعيب تلقى شي واحد اللي هو مكمل من كل شي الصفات، حيث حتى واحد ما كامل كيف ما كيقول الكتاب المقدس من غير المسيح. لكن المسيح له المجد بغانا نكونوا بحاله ونتشبهوا به في الصفات دياله، نكونوا على الصورة دياله وتلامدوا.
وكيف ما المشاهدين ديالنا في كل حلقة ومع كل مقطع كناخدوه وكنربطوه مع مثل مغربي، وكيف ما كانوا ناس الولا هضروا وخلوا لنا هاد المعاني. وفي الحلقة ديالنا والمقطع ديالنا لهذا النهار أننا ربطناه بمعنى ومثال قالوه ناس الولا، وهو ملي قالوا الجوع ما عنده عينين، الجوع ما عنده عينين. وفي هذا المعنى أولا أو المثل ناس الولا كيهضروا على الجيعان والعطشان وكيقولوا الجوع ما عنده عينين، واللي كيقصدوه باللي الواحد ملي كيكون جيعان كيتسدوا عينيه وما كيبقاش يعرف ما يدير وممكن يدير أي ذنب وأي خطية. وكيف ما كيقول الجوع كافر، الجوع كافر، لكن في الآية ديال الحلقة ديال اليوم المسيح كيقول سعدات اللي جيعانين وعطشانين لطاعة الله، ماشي اللي جيعانين وعطشانين للماكلة والماء أو للشهوات. والمسيح ليه المجد كيقول ماشي غير بالخبز بوحده كيعيش بنادم، ولكن كيعيش بكل كلمة كيقولها الله. والمسيح بغى منا باش نكونوا تلامذة ديالو ونديروا الوصايا اللي خلاها لنا ونعيشوا في طاعته وفرضاه، ويكون كل نهار جوعنا وعطشنا لطاعته ومحبته. في الأخير ديال هذه الحلقة المشاهدين الكرام، السؤال اللي كيتطرح عليك أنت وانتي وأنا، واش باغيين نكونوا جيعانين وعطشانين لطاعة الله ومحبته، أو لنكونوا جيعانين وعطشانين للماكلة والماء وحب الشهوات والجري مورط مع الدنيا؟ شحال من واحد كيظن شحال من واحد كيظل يجري مورا طمع الدنيا وهو جيعان وعطشان وملهوف باش يوصل وياخذ الدنيا كلها، لكن هو بعيد بزاف على الله وتعطو. البارح واليوم وغدا المسيح واقف على الباب وكيدق، واللي حلي كيدخل ويولي رب ملك على حياته. المشاهدين ديالنا كاينه حقيقه واحده وما كايناش غيرها، وهي أن الطريق اللي كتخرج هي طريق المسيح، على حقاش هو اللي كينجم ويعطي الخلاص والحياة الأبدية. اليوم أش من طريق بغيين نمشيو فيها؟ واش الجوع والعطش للمسيح وطريقه، أو الجوع والعطش للناس خرين اللي ما يقدروش ينجموا راسهم ولا الخرين؟ كل هذا متوقف علينا واش كنختاره، واختياراتنا اليوم هي اللي كتقرر مصيرنا غدا. شحال من واحد كيضل يجري مورا طمع الدنيا وهو جيعان وعطشان وملهوف باش يوصل وياخد الدنيا كلها، لكن هو بعيد بزاف على الله وتعطو. البارح واليوم وغدا المسيح واقف على الباب وكيدق، واللي حلي كيدخل ويولي رب ملك على حياته. المشاهدين ديالنا كاينه حقيقه واحده وما كايناش غيرها، وهي ان الطريق اللي كتخرج هي طريق المسيح، على حقاش هو اللي كينجم ويعطي الخلاص والحياة الأبدية. اليوم أش من طريق بغيين نمشيو فيها؟ واش الجوع والعطش للمسيح وطريقه، أو الجوع والعطش للناس خرين اللي ما يقدروش ينجموا راسهم ولا الخرين؟ كل هذا متوقف علينا واش كنختاره، واختياراتنا اليوم هي اللي كتقرر مصيرنا غدا. نارتي بوصالتي يسوع أخير. مشاهدين ديالنا غادي نكونوا فرحانين باش تتواصلوا معنا
عبر الرقم اللي هو واضح في الشاشة وعبر الإيميل كذلك اللي هو واضح. كيف ما غادي نكونوا فرحانين أننا نتقبلوا الاستفسارات ديالكم والاقتراحات ديالكم للبرنامج. وإذا كنتم محتاجين نسخة من الكتاب المقدس أو أي كتب أخرى أو نبذ روحية، ما تترددوش أنكم تتصلوا بنا وتتواصلوا معنا عبر الرقم والإيميل. وفي الأخير صلاتي أن الرب يبارك حياتكم ويعزيكم في هذه الحياة ويرشدكم للحق اللي كتسعوا ليه وكتجريوا من مراه. وسلام الله اللي كيفوق كل عقل وفكر يحفظ قلوبكم وعقولكم. وشكرا، وإلى الحلقة المقبلة بمشيئة الرب.